اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه القمه امام نادي الزمالك بعد اختتام التدريبات صباح اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيره والتحضير لمباراه القمه. مارسيل كولر كان حريص ان تكون المده اللي هيستعد فيها لمباراه الزمالك في السعوديه ما تزيدش عن 48 ساعه. ونظرا لان كمان ملعب المباراه هيستضيف مباراه في الدوري السعودي خاصه فريق النصر يوم الخميس، كان ممكن كمان مارسيل كولر يسافر يوم الاربعاء بالليل بحيث يوصل على في المساء اللعيبه تطلع على طول الاوض تنام تتمرن التمرين الاساسيه على ملعب المباراه يوم الخميس، ولكن طبعا ملعب المباراه مشغول بالدوري السعودي يوم الخميس، فبالتالي الراجل فكر خلاص نسافر يوم الاربعاء بدري الصبح نصر ان شاء الله بعد ساعتين رحله طيران، اللعيبه كده تخلد للراحه في الغرف، يبقى في محاضره غدا والتحرك للتدريب الرئيسي وبعد كده التدريب الثاني ليله المباراه ان شاء الله يوم الخميس. ده برنامج الفريق وده تفكير كولر ليه ما سافرش بدري. ولو تاخدوا بالكم كولر دايما دي مدرسته في استعداده لاي لقاء سواء في افريقيا او حتى في دول شمال افريقيا او حتى في اي دوله قريبه من مصر. رحله الطيران ما بتستغرقش اكتر من ساعتين، فبالتالي هو شايف مش محتاج ان يسافر قبل كده، لان كمان ليها عامل نفسي. الراجل بيشتغل على جزء فسيولوجي له علاقه ان اللعيبه فكره الرحلات الكتيره والمعسكرات الكتيره والمباريات الكتيره وان اللعيبه تبعد عن اسرها في الفتره الحاليه ممكن يكون ليه تاثير سلبي، فالافضل يقلل مده المعسكرات، يقلل مده الرحلات بحيث ان اللعيبه لما تروح على مباراه تكون متشوقه لاداء مباراه خارج مصر. لدرجه كمان عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، الاهلي طبعا عنده مباراه بعد لقاء الزمالك بحوالي 4 ايام، يعني هيلعب 8 وهيلعب يوم 12. الاهلي بعد مباراه الزمالك على طول هيطلع على المطار مطار الرياض ويرجع من مطار الرياض على مطار القاهره على طول، مش هيبات ليوم السبت. يعني الفريق كمان بعد المباراه هيرجع بسرعه على القاهره لان خلاص مفيش وقت، يا دوبك يتمرن او ياخد اجازه سبت او يتمرن السبت ياخد اجازه حد ويدخل معسكر الاثنين ويلعب الثلاث. والثلاث ده ممكن باذن الله يكون اول يوم او ثاني يوم رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. فكولر بيفكر بالشكل ده. فده الترتيبات الخاصه باستعدادات الفريق في الايام المقبله. طيب عايز اكد لحضراتكم كمان ان نادي الاهلي حتى لو هيسافر بكره ولكن على الجانب الاداري كان في تحضير لهذه التفاصيل. كابتن سمير عدلي سافر امبارح عشان يحضر مساله ملاعب التدريب، الاقامه، قاعه المحاضرات، التنقلات، اكيد طبعا الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه محضرين كل شيء من اي تو زد، يعني مفيش هفوه متسابه، ولكن اكيد انت لما توصل برضو محتاج تبقى عارف هتوصل امتى، تتحرك ازاي، المسافه قد ايه، التدريب ملعبه فين، هل هتمرن على ملعب المباراه ولا لا الملعب عشان يبقى جاهز ليوم الجمعه، كل دي تفاصيل اكيد الجهاز الفني محتاج يعرفها. فالجانب التنسيقي من الجهاز الاداري ده لازم يحصل قبل اي مباراه رسميه سواء في مصر او خارج مصر. فبالتالي النهارده الكابتن خالد بيبو سافر في العاشره من صباح اليوم الى المملكه العربيه السعوديه للتحضير لهذا الملف.